السلام عليكم متابعي قناة الدار، مرحبا بكم معايا في هذا الفيديو الجديد. اليوم ان شاء الله في الكوزينة نقدم واحد أكلة غادي عشيوة ديالنا خفيفة ظريفة، كنتمناكم تجربوها. انتم كتشوفوها هي يلا كيف خرجت من الفرن، تنوريها لكم. اكيد تجي غزالة، فطائر زوينة خفيفة. انتم كي كتشوفوا المقادير، 4 ديال الكيسان ديال الدقيق، نص كاس ديال الزيت، شويه ديال الملحه، هذه الخميره فزقتها، في معلقه ديال الخميره حبيبات، البيكينغ باودر مع شويه ديال السكر، كنفزقها في الماء دافي كاسونس. ثم كنديروا شويه ديال السكر، طريفه السكر او سنيده او سكر حبيبات. كنديروا كاس ديال الماء دافي، هانتوما هو كاس عامر، وهذا غير نص كاس، ها هو ما عامر. كنخليوها تذوب شويه، من كتذوب كنديروا الخميره. معلقه ديال الخميره صافي. والان غندوزو للعجين. ها هي ديك الخميره اللي وريتكم فزقتها في كاسونس ديال الماء وشويه ديال السكر، كنضيفوها للدقيق، نص كاس ديال الزيت وقليل من الملح صافي. وتنخلطوا هذيك العجينه مزيان، كنخلطوها غير بيدينا بلا دليك بلا تعب بلا مجهود بلا حاجه، غير تنجمعوا العجينه وغادي نجمعوها مزيان ونديروها في شي اناء واحد اخر يكون شويه غارق على هاد القصعه اللي عندي. هانتوما كيف قلت لكم كنديروا في واحد الاناء واحد اخر شويه غارق، كندهنوها بالزيت، تنحطوها وتنغطيوها بكيس بلاستيكي ابيض او كاغيط او هذاك السلوفان، نتركوها تخمر، غنخليوها تخمر مده ساعه باش تخمر لينا مزيان. هانتوما المقادير اللي كنحتاجو لها. المهم داكشي اللي كان عندكم في الثلاجه، انا هذه غير كانت عندي واحد شويه ديال الكفته باقيه لي، هانتوما كيف كتلاحظوا غنشحرها هانتوما غير شويه ديال زويته ومليحه صافي. هادشي اللي كاين، العطريه ديال الكفته راكم عارفينها، ها هي هذه شويه ديال البصله حتى هي بقات ليا، هانتوما بصله مشحره غير بالملحه ونقيطه ديال الزيت، شويه ديال البصله، هذا واحد جوج مطيشات قرطتهم هانتوما كيف كتلاحظوا، هذا شويه ديال الفرماج، فرماج اي نوع ديال الفرماج كان عندكم، المهم هذا اللي عندي حتى انا في الدار، هذا شويه ديال الزيتون هانتوما كتشوفوا حيت له العظم، حتى هو عندي في الدار، هذا شويه ديال لاصوص طوماط، لاصوص ديال المطيشات هو كان عندي في الدار. لاصوص عاديه ديال مطيشه هذا وشويه ديال الملحه، يعني اي حاجه عندكم باقيه في الدار يمكن لكم تستعملوها، تقدروا لما كانش عندكم كفته، الا كان عندكم شويه ديال لحم او دجاج اي حاجه او حوت اللي كان عندكم، المهم يمكن لكم تستعملوه، يمكن لكم تزيدوا حتى فلفله الا بغيتوا حتى هي، انا ما عنديش دابا، يمكن لكم كاع واخا تستغناو على البصله الا ما كانش عندكم او مطيشه او اللي كان، المهم انا هادشي غير اللي عندي في الثلاجه غنستعملو، غادي نوظفو في هاد الاكله. والان عجينتنا ها هي خمرات كيف كتشوفوها، غادي نحطوها فوق سطح العمل وغادي نسرحوها، راه خمرات دازت عليها 60 دقيقه، هانتوما كيف كتلاحظوا راه خمرات مزيان، غادي نسرحوها بالدلاك مزيان. ثم كتشوفوا حنا طلقناها، كنطلقوها شويه بيدينا ونديروا لها الطحين، نديروا شويه ديال الدقيق وكنطلقوها بالدلاك مزيان، تنسرحوها مزيان، كتجي شويه رقيقه، كتجي رقيقه لاننا كنتنيو العجينه باش ما تجيناش غليظه بزاف، فاش غنديروا لها الحشوه غادي نتنيوها غنطويوها باش ما تجيش غليظه بزاف. هانتوما كي كتلاحظوا راه كنديروا العجينه رقيقه، كنبقاو نسرحوها مزيان.
هانتوما ها هي العجينه سرحناها. دابا غنديروا الحشوه ديالنا في هذا العجين اللي سرحنا. هانتوما كتشوفوا كنديروا لاصوص هو الاول، لاصوص طوماط. يمكن لكم الا ما عندكمش لاصوص طوماط ديروا كيتشوب، مايونيز، مطاط، يعني اي صوص عندكم يمكن لكم تستعملوه، لان احنا قلنا هذا الشيء غير اللي عندنا غادي نصاوبوا به هاد الفطائر، يعني غير موجود عندنا في التلاجة. هانتوما هادي الكفته اللي قلت لكم عندي، حتى هي يمكن لكم تستغناو عليها الا كان عندكم دجاج او حوت او لحم، المهم اللي كان، او كاشير يعني مرتديلا، لانشون كيف ما تيقولوا الاخوه المصريين، الباسترما، يمكن لكم تعودوا باي حاجه، المهم اللي كان عندكم في الدار كتحاولوا ديروا بهم هاد الفطائر هادي، وراهم كيجيو اش غنقول لكم روعه روعه في المذاق. حتى العجين ديالهم كيجي مفشفش زوين، و يعني ما كيحتاجوش المقادير بزاف، غير اللي عندنا في الدار كنوظفوه في هاد الاكله هادي. هانتوما كتشوفوا كنديروا طبقه فوق طبقه، يعني داكشي اللي عندنا. وتقدروا هذه البصله تقدروا تستعملوا حتى البصله خضراء الا ما كانتش عندكم هكذايا محمره، او يمكن لكم تشحروا هكا شويه ديال البصله بالزيت ومليحه، او تخليوها كيف قلت لكم خضراء، غير هي خصكم تقطعوها رقيقه، تجي رقيقه مقطعه رقيقه. انا هذه كانت بقات لي، كنت درت واحد شويه ديال البيتزا وبقات لي هذه مطيشه طماطم خضراء، حتى هي كنقطعها مكعبات رقيقه، خليتها خضراء ما شحرتها ما حتى حاجه. جوج مطيشات قطعتهم هكا كرقاق، وهاني كنستعملهم حتى هما. هذا شويه ديال الزيتون كحل كيف قلت لكم، تقدروا الا كان عندكم الزيتون الاخضر تستعملوه، يعني اللي كان، حنا كنستعملوه غير اللي موجود عندنا في الدار ماشي مشكل. وكت هذا كديروا واحد شويه ديال الزعتر، انا راه كنسم الاكل ديالي بالزعتر دائما، تيكون عندي الزعتر هذا شويه كنديروه من الفوق، يعني اعشاب منسمه اللي عنده واللي ما عندوش ماشي مشكل. اللي ما عندوش يقدر يستعمل حتى المعدنوس، يعني المعدنوس والقزبر راهم دائما تيكونوا في الدار. هانتوما هو شويه ديال المعدنوس قرطته حتى هو ودرته من الفوق. المهم حنايا كنديروا اي حاجه اللي عندنا في الدار كنديروه. وهذا الفرماج، حتى الفرماج يعني اي نوع ديال الفرماج تقدروا ديروا، ديك الفرماج مربع او مثلث او فرماج اصفر، او المهم اللي كان موتزاريلا اللي كان. احنا كنطويوها دابا باش قلت لكم قبيله ما خصناش نخليو العجينه غليظه بزاف، لاننا غادي نطويوها. هانتوما كيف كتشوفوا كنديروا الطويه الاولى والطويه الثانيه باش بحال اللي كنغلفوها، باش كتجي ديك الحشوات كتغطى مزيان باش ما تخرجش، وغنخليوها عاوتاني تخمر. ما كنخليوهاش تخمر دابا، دابا غير كنديروا الحشوه وكنطويوها وكنقسموها مباشره، كنديروا الحشوه ونطويوها ونقسموها هكايا طريفات، شي 5 ديال السنتيم 4 سنتيم في العرض ديال كل وحده، وعاد نديروها في الطبسيل ونخليوها تخمر عاوتاني ساعه واحده اخرى. هانتوما كيف كتلاحظوا راني كنمشي كنقسم وحيده بوحيده، السكين يكون ماضي. هانتوما غادي كندهنوا الطبسيل ديال الفران بالزيت او تنديروا عليه كاغيط اللي كاين، المهم ديك الساعه تنخليوها تخمر في الطبسيل عاوتاني، كنخليوها تخمر ساعه، وكنحاولوا نبعدوهم باش ما يتلاصقوش. والان بعد ما خمروا هانتوما كتلاحظوهم ها هما اللي درناهم في الطبسيل وخمروا مزيان، كندهنوهم بشويه ديال البيض. هانتوما كتلاحظوا كنديروا لهم شويه ديال البيض على وجههم باش كنزينوهم وباش يجيو شويه محمرين. كنزوقوهم بالخضره اللي عندنا، مطيشه، فلفله، تقدروا ديروا حتى بصله رقيقه، المهم على حسب اللي عندنا. حنا قلنا داكشي اللي كاين في الثلاجه
تنوضفو في هاد الأكلة هادي. انتو معايا شوية مطيشة فليفلة، تقدروا ديرو حتى المعدنوس باش كتزينو. هانتوما المعدنوس، هذا شويه ديال السمسم، تا هو ديال الزنجلان او السمسم، كل واحد كيف تيبغي يقول ليه. المهم هذا غير تزيين، كل واحد كيف يبغي يزين. والان ها النتيجه النهائيه، نتمنى تجربوهم تيجيو